مهندسون إستونيون طوروا ماسحاً ضوئياً جديداً بيضاوي الشكل ويعمل بتقنية الأبعاد الثلاثية. الماسح الضوئي لونا يمكنه التقاط تفاصيل وجوه الأشخاص بدقة متناهية. بعد تسجيل البيانات المتعلقة بهم يمكن لطابعة ثلاثية الأبعاد تنفيذ تماثيل مصغرة لهم. الماسح الضوئي يعمل منذ كانون الأول الماضي ويحظى بشعبية كبيرة. ماسحاتنا الضوئية تمكن الزوار من تصوير وجوههم ثم اختيار النموذج الذين يريدون أن يشبهونه. النماذج تختلف بحسب مكان وجود الماسحات الضوئية. في لندن لدينا نماذج على شكل حراس البرج، وفي روما لدينا نماذج للمصارعين. إذا وضعنا الماسحة في الملعب سيكون النموذج على شكل لاعب ينكز. الشركة المطورة للمسح الضوئي تأمل أن تحدث هذه التماثيل انتعاشة في سوق الهدايا، وأن تدمج مستقبلاً مع تقنيات العالم الافتراضي. نحن نخطط لبناء شبكة مع المئات بل الآلاف من الماسحات الضوئية التي تنتج تماثيل ثلاثية الأبعاد يومياً، كما نسعى إلى تطوير تطبيقات مختلفة لهذه التماثيل في مجال الواقع المعزز والواقع الافتراضي. نسعى أيضاً إلى التعامل مع البيانات الرقمية بدلاً من طباعة التماثيل. سعر التمثال المصغر لشخص ما يختلف حسب مكان طباعته، لكنه لا يتجاوز غالباً 40 يورو.